أكد السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي أن انخراط الدول العربية في منظومة الذكاء الاصطناعي لم يعد ترفًا أو رفاهية، وإنما أصبح أمرًا حتميًا للحاق بالركب العالمي في هذا المجال، والاستفادة مما تتيحه تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي من مزايا ومنافع في الكثير من مجالات الحياة اليومية، محذرًا في الوقت ذاته مما تثيره من مخاطر وتحديات. جاء ذلك في كلمه العسوم امام المؤتمر السادس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربيه الذي عقد اليوم بمقر الامانه العامه لجامعه الدول العربيه تحت شعار رؤيه برلمانيه عربيه لتحقيق التوظيف الامن للذكاء الاصطناعي. مشيرا الى حرص البرلمان العربي على الاهتمام بوضع اطار تشريعي محكم لتنظيم الاستفاده من استخدامات الذكاء الاصطناعي. وأضاف أن البرلمان العربي وثيقة تحت عنوان رؤية برلمانية عربية لتحقيق التوظيف الآمن للذكاء الاصطناعي. ولفت العسومي لأن هذه الوثيقة تتضمن عددا من التوصيات والمرئيات البرلمانية بشأن حوكمة الذكاء الاصطناعي التي سيتم رفعها إلى القادة العرب في قمتهم المقبلة والمقرر إقامتها في مملكة البحرين.